تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تحسين حياة البسطاء من المصريين الذين أقر بمعاناتهم على مدى عقود. وخلال مراسم احتفالية في قصر القبة مساء أمس بحضور أكثر من 1000 شخصية عامة، قال السيسي إن ثورتي مصر قد مهدتا لعصر يدعم اقتصادا عملاقا للدولة والقطاع الخاص، لكن مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدود الدخل. طبعا هيبقى في محافظة على حقوق الفقراء والغلابة والمساكين، ولا احنا هنعمل ايه يعني؟ لازم هنحافظ عليهم ان شاء الله، ولكن مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدود الدخل وتنمية المناطق المهمشة. يصون منظومتنا القيمية والأخلاقية، يعززها ويحميها، ولكن يكفل للفنون والآداب حرية الفكر والإبداع. السيسي قال أيضا إن المرحلة المقبلة تحتاج لتطوير المنظومة الأمنية ليشعر المواطن بالأمن والاستقرار، لكنه في الوقت نفسه أكد أن الوطن لن يتهاون مع من أجرموا في حقه. دحر الإرهاب وتحقيق الأمن يعد على رأس أوليات مرحلتنا المقبلة، ولذا فإننا سنعمل على تطوير جهاز الشرطة ومضاعفة قدرته على تحقيق الأمن وإقرار النظام وإعادة الأمن والاطمئنان النفسي للمواطن المصري. إننا بحاجة إلى تحديث المنظومة الأمنية وقدرات العاملين بها وإعادة نشر الأمن والاستقرار في الشارع المصري وإرساء علاقة صحية بين أجهزة الأمن والشعب تحكمنا مبادئ سيادة القانون. وفي جملة مقتضبة كررها السيسي أكثر من مرة، قال إنه لن يسمح بخلق ما أسماه قيادة موازية تنازع الدولة هيبتها وصلاحياتها. لن أسمح بخلق قيادة موازية تنازع الدولة هيبتها وصلاحياتها. هكررها كمان مرة، لن أسمح بخلق قيادة موازية تنازع الدولة هيبتها وصلاحيتها بكل ما يعنيه ذلك من أثر وانعكاساتها الدامة على الاثنين معا. يا ترى واضحة ولا مش واضحة؟ يعني مش هيبقى في قيادة تاني؟ مفيش، هي قيادة واحدة بس، قيادة مصر قيادة واحدة بس. كما قدم السيسي مفهومه للحرية فقرنها بالالتزام ووجود الضوابط، وقال إن ما دون ذلك هو الفوضى. إن الحرية قرينة الالتزام وتظل مكفولة للجميع، ولكنها تتوقف عند حدود حريات الآخرين. لها إطارها المنظم بكل ما يحويه من قوانين وقواعد دينية ووضعية وأخلاقية، تتسم بالنقد ولكن بموضوعية دون تجريح، بالصراحة وحرية التعبير ولكن دون ابتذال. أما دون ذلك فهي أي شيء آخر إلا أن تكون حرية، إنما هي فوضى وحق يراد به باطل.